بحلقة المطابخ العالمية لهذا الأسبوع رح نروح برحلة على بلد بيمتاز بمساحته الشاسعة وطبيعته الخلابة. الشيف جوزيف حب اليوم يعرفنا أكثر على المطبخ السويدي. شيف. هاي ملك، كيفك اليوم؟ نشكر الله. شو رحلتنا بعيدة دخلة؟ مسقعة مش بعيدة، على السويد. اوكي. ست ساعات بالطيارة من الإمارات، ست ساعات ونص من الطيارة. اها. مرة رحت ما عرفت كيف كان يخلصوا. رحت؟ ما كنت أعرف. هلا بتخبرنا عن رحلتك يا شيف. ما كنت أعرف كيف كان يخلصوا هالأيام. ليه كيف قضيت هالست ساعات؟ نايم، شو كيف قضيتهم؟ ما كان يخلصوا. فاليوم حناخذ نحكي شوي عن مطبخ سويدي اللي هو أوكي. مطبخ اسكندنافي بالإجمال، فإذا بنطلع على السويد فينا نشوف تشابه بينه وبين فنلندا. مع النهوج حتى اول طبق حنعمله هو الاشهر يعني بس يقول لك سويدش ميت بول اما كريات اللحم على الطريقه السويديه حتى بتلاقيها هون مثلا بمحلات ايكيا حتروحي بتجيبي مزبوط على طول انا بروح بتلاقي هيدا الطبق السويدي لانه هو بالصلصه البيضاء مش بيضة بيضة بس فيها كريم ايه مزبوط بتلاقي هالطبق هو طبق اساسي واو يعني غدانا طيب اليوم وجنب السالمون مزبوط السالمون المدخن السويدي والميت بولز كريات اللحم على طول موجودين على الميدة. اوكي. هلا حنبلش اول شيء بالطبق، حناخذ جاط حتى بقلبه اللحمة لبلش نخلطها. هيدي لحمة شو يا شيف؟ لحمة بقر عجل. اوكي. أكيد فيك تخلطيها بغنم تحب الغنم مش مشكلة. حناخذ معها شوية بريد كرامز أما كعك مطحون. اوكي. سبع بهارات. شوية ملح. كأنه عم نعمل كفتة تقريبا زيادة حنحط لها شوية حليب شو بيعمل الحليب شو شغلته بيزيد طعمة الفات اكيد باللحمة بيعطيها بتمسك بعضها بطارية مع الكعك المطحون بيخلي حتى الكعك المطحون يدوب مع اللحمة حناخذ بصلة نعمل يلا خبرني عن السويد يا شيف